بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبائي في الله جميعا، أوصيكم أولا نفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، والله إن شاء الله أصيب بلنت الواحد وحنو ديارة فضيلة الشيخ، شيخ أنا حفظه الله ورعاه وجزاه الله خيرا، شيخ شيخ جويري إن شاء الله، فليتفضل مشكورا شيخنا، حياك الله وبياك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله مني وإياكم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وحان هري أقصر تري يوستني هري وحلو يقاني طب الأخبر جرين ميديسين وحان كبلا نيو بلن تنو عيدين عم بقول جيت إذن برا وحانو ملينا يا وحوغا باها تكلم ملك إن شاء الله تعالى انت دي ملجبا في وضعنا وحاين لوكو وحا مانتا عنك بالله بينا ضب الأخبر تجير يجيرها الاستعمال كم إذا أولا يرادو حمس الوقت العربي قالوا يرادو صوماليو لما بطقعنا عنهم علينا يا يجير تاسيادة حمس قالوا يرادو أولا وسهل الهضم ووح إن ديفشيك كسفرد أيو علاش مالك يمشي ليسا ومغذ قوي وانا قوضية اما وعنو تلك آب قوضي ميتة ومدر للبول واقتم كاذبنا ويبادسا قمر كديق قوضنا ويبادسا بمعنى مكو قوية راضة ملكة استعمالان ديجلتا ايادا ويكردين ايسا ويكم الثالثة لعنبع وكين ايسا قضبا هذا ملكة عن فيه لنكو وحوية و ووح فرود إلي علاش السيدو وعنى إيباد آذ مالة قفك وقوضين أيام بمعنى نحف البدن باكوش إلي كده قمتهاي لما ارتبح كاليدا البادسا لما رافر ليز يدومك كوية راضي إلا لا يسمى الهداتسا لما ارشان وبارد للديدان لما ارشان وحي في التساء أما أي إرساء أي قفك تبتي ستب سهرطا وحلوه يقانه قوريانكا ومفيدة في حالات ضعف الجنس للرجال وغير مفيدة تعي رجع يرون المرحة إلى مرلح أي رجل لماذا ضعف كجتره ويزيد إفراز اللبن للمرضعات لما ارتضبع أوينك المهى النوتية عنها يغنى ويعوبة بسا لما ارتضب وحي قفك ضدك عاطد عنه ويعيلسا يعني ويزيد السمن للنحفاء ذاتك علوش يعني عاطبع يقال لنبرسيديد ويكو عيلان لنبرسقال وحلقود ويا أوكالي وحاينك إن قلنا قانو ضيق التنفس فسكو إن عريري إن النفس لكونا قطف إياه أمراض الجهاز التنفسي عذر رضا النف مرينك قد عاودان يسجل والوجود ويا أو لمر طبعا لمر كروي طبعا والوجود ويا أيضا القبوجة قبوجة لا يسجل والوجود ويا ولمر كطبلات يا لمر كوا على الرواد العمل اللي يراه ملاحظات عينا ضعي ضد كأي آت كمر كوجود في عنده وضد كعلى شاره أي عافينات كقبطه بمعنى وضدك ديفشيد كودا عين العلة كتيرين ضعف إيا رفاق عين كتيرين هدو قبكو ديفشيد كي سحن يهي إنو آدو بطل الله ما أقلو
calooshooda oo dadka ay baciidka tahay dheefshiidkoodu xun yahay inay aada u badsadaan lama ogolo. Intaas waxaan kaga gudbaynaa ximsiga digirta nooc ka mid ahoo la yidhaahdo muxuu ahaa ximsiga lamber. Waxa weeye kale waxaan u gudbaynaa midho iyo xuntida caleen ama ubax ama midho waa kale intaba way leedahay la yidhahdo isagana yansoon. Midhaha isaga ah ama wuxuu u dhow yahay oo aada ugu eg yahay shab maanta la yidhahdo shabtida sanuudka midhaheeda. Waxaa kaloo uu u eg yahay isagana aada ugu eg yahay baata shumaarka inaga haydhana maxawaaji dhuudhuubka nooc ka mid ah. Waxaa kaloo uu eg yahay kamuunka isagana waa u eg yahay. Lama kala garto, dadku way isku qasaan oo inta badan dadka qofka yaqaana mooye lama kala garto. Yansoonku marka waxa weeye waa lamber kow, waa muhaddi, qofka maskaxdiisa ayuu dasiyaa. Lamber labo, xabka ayuu qofka ka fiijiyaa, xabka yacni balqanka da qofka ugu jira shabka iyo neefmareenka dhibaatada u geysta wuu isagana bixiyaa. Lamber saddex, wuxuu qaboojiyaa oo u yahay xanuun baabi'iye xanuunada, gaar ahaan kuwa ku imaada waxa weeyaan dhuunta. Lamber afar, wuxuu isaguna u fiican yahay qufaca, gaar ahaan midka maaragtay diidaxyada isaguna waa u fiican yahay. Lamber shan, qabowga wax inaga aynu xamtira neefta inaga wax aynu u naqaano iyadana waa u fiican yahay. Neefta lamber lix, qofka iyaduna neefmareenka isaguna cidhiiriga kaga jiro isagana waa u fiican yahay. Lamber lix, wa muslixun lilmacidati waalamcaa, wuxuu aada u wanaajiyaa caloosha iyo muxuu ahaa xiidmaha. Lamber toddoba, wa taaridun lilkhaasaat, isagana waxaa u fiijiyaa ama uu eriyaa waxaan inaga u naqaano gaaska. Horey baynu usoo sheegno waxaynu nidi gaaska waxyaalaha uu ka dhasho waa hawo. Waxaan maalintii dhawayd idinka hilmaamay dadka xintada ruugay 24 saac xintada uu dhac dhushta ku haya iyo dadka markay shaaha ay shaaha cabahayaan dhaha, waa dadadkii ugu badan khatarta ugu jira waxa weeyaan gaasku inuu ku dhaco. Marka geedkan waxa weeye isaguna wuxuu fiijinayaa gaaska, wuxuu kaalmayaa lambar sideed caloosha dheefshiidka. Lambar sagaal, cunada ayuu furaa. Lambar waxa weeye toban, caanaha ayuu badiyaa hooyooyinka iyaguna ilmaha nuujiya. Waxaa kaloo geedkan isagana loo isticmaalaa waxyaalaha la udgooneeyo ama la macaaneeyo oo dhan baa lagu daraa. Waxaa lagu daraa waxa inagu aynu u naqaano makhbuusaadka oo dhan. Waxaa lagu daraa waxa weeye baashan aynu dhihi jirna maxaa biisaha, biisaha waa lagu daraa, xalwada waa lagu daraa, waxyaalaha maaragtay sida shukulaatooyinka oo dhan iyo kulli geed lagu daro weeye aada buuna maaragtay u qiimo badan yahay. Lambar labo, waxaan u gudbaynaa geeda midho lasida xabulcasiis, waa midho yaryar oo aada u yaryar oo maa yani aada uma sii yaryara, laakiin waa midho yaryar oo bunka ayuu ku dhow yahay. Imaarkaas isaga ah waxaa weeye lambar kow, waxaa lagu daweeyaa madax xanuunka. Lambar laba, waxaa lagu daweeyaa waxa weeyaan caloosha qofka ka qasmato oo calooshiisa maanta oo dhan ay buuqi. Lambar saddex, waa lagu cayiriyaa dadka. Lambar afar, dadka kaaridu gudto baa lagu daweeyaa. Lambar shan, raganimada aada buu ugu fiican yahay midhahaas isaga ah weliba si aada ugu fiican yahay. Lambar shan, waa keliyaha waa u fiican yahay. Lambar lix, waa munashatun lilkabid, aada buu u dardargeliyaa isagana beerka. Lambar lix, maxaan jiraa lambar toddoba, waxaa lagu daweeyaa cudurada shafka ku dhaca iyo qufaca. Lambar sideed, waxaa kaloo isla u fiican yahay haweenka ilmaha nuujiya. Intii la shiido oo la budeeyo ama biyo lagu bariisiiyo markuu isdhex qaado baa intan kore intii lagu darsado ama malab lagu darsado ayaa sida sharaabkii maaragtay loo cabaa weeye. Geedka isaga ah waa geedaha midhaha aadka u fiican buu ka mid yahay bulshaduna aynan aqoonin. Fawaa'ida kale uu leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu u fiican yahay lafaha oo calciumka dadka hakaanka kulcila u qaba lafo xanuunka qaba isagana waa u fiican yahay. Wuxuu u fiican yahay oo kale dadka dhamar xanuunka qaba, wuxuu u fiican yahay oo kale dadka qaba cudurada loo yaqaano amraadu ljildi, dadka qaba
ayuu asaga lama arkay u fiican yahay wuxuu u fiican yahay oo isna aad ugu fiican yahay haweenka dharbaanta qaba ama kalabka waxaan inaga u dhaqaano ee dhabanada waxa weeyaan barabaraha iyo ku yeesha ee kuba rafaasan isna mufiid buu u yahay lambar afar waxaan u gudbaynaa geed inaga aynu u naqaano soomaalidu waxay taqaanaa atamrul hindi baa la yidhahdaa soomaaliduna waxay u taqaanaa faqay waxaan umaynaya diniinteenii hore meelna ku soo marin geedkaas raqay la yidhaahdo ee soomaalidu aadka u taqaano mashruubka isaga ah waa mufiid kow horta waxa weeye lambar kow wuxuu nadiifiyaa jirka bini aadamka ayuu jaraasiimta ka nadiifiyaa sababto ay tahay waa mudadaad xeewiya wadmishirin kaapsoolo kale weeye lambar laba calooshuu nugleeyaa lambar saddex wuxuu la dagaalamaa cusmada jirka maaragtay fariisata ee dhibaatada u geysata lambar afar waxa weeye mulaqar wuu waxa weeye wuu nugleeyaa qofka calooshiisa iyo waxa weeye waxyaalaha farfariistoo dhanna waa kiciyaa lambar shan wakaafado lilxaraara wuxuu maaragtay dejiyaa qandhada iyo kulaylka qofka jirkiisa ku jira ayuu isaguna dejiyaa lambar lix waa mudarad wuu qaboojiyaa qofka waa mulcus fi nafsi alwaqt qofkiina waxa weeyaan aad buu maaragtay mulcus u siin yani incaash buu u siinayaa lambar toddoba qolkaa lagula dagaalama gaar ahaan qofku markuu sooman yahay arooti markaad inaad cabto markaad afurto aada wax ka cabto iyo markaad xuranayso lambar sideed waxa weeye jidka bini aadamka wuxuu kala dagaalamaa isagana waxaan u jeedaa dhiigga bini aadamka wuxuu kala dagaalamaa cusbada iyo qofku inuu maaragtay dhiiggiisi maaragtay cusboobo ayuu kala dagaalamaa sababtoo tahay jidkeenna cusbada uu baahan yahay waa wax aada u yar bulshaduna cusbo unbay daldashaa waxyaalaha hadda buxuusta hadda ugu dambeeya caafimaadka ah aksarul amraad oo ku dhaca xubnaha bini aadamka iyo ku dhaca aksariyadoodu waxayba ka imaadaan botasiyamka oo qofka ku bata cudurro badan buuna gadaal ku wataa oo carada ka badan ee qofku ina jidkiisa cusbada ku badato marka raggaygu wuxuu la dagaalamaa isaguna jidka dhiigga bini aadamka wuxuu ka bixiyaa waxaa loo yaqaano cusbada fi nafsi lwaqti waqti iyadana wuxuu aad ula dagaalamaa oo jidka bini aadamka ka fiijiyaa waxyaalaha sunta ahee jidka gale oo dhan si maaragtay aad ah waxaan loo ogolayn marka oo mamnuuca baalka raqayga la yidhaahdo in lagu diyaariyo weelasha waxa weeye nuxaasta istiyaha waxa laga sameeyo oo kale iyo in lagu diyaariyo lama ogolo baalkan inaga aynu dhiqaano nuxaasta ama alo union labadaas in lagu diyaariyo lama ogolo waxyaalaha kaleeto unbaa lagu loo isticmaalayaa lagumana bariisiin karo lagumana diyaarin karo lama ogolo weeye lambar intaas marka waxaan kaga gudbaynaa isagana raqaygii waxaa mamnuuca ka jira ragga dacful jinsiga qaba waxoogaa ragganimadooda dacfiga ku jira inay isticmaalaan geedka isaga ah ama ay joogteeyaan xataa adiga oo dad qaba ninku inuu maaragtay joogteeyo lama ogolo haddaad isticmaasho bil ama saddex wiid aad isticmaasho inaad iska joojiso ayaa la rabaa haddii aad sii wado wuxuu kugu keeni karaa dacful jinsi buu kugu keeni karaa oo muddo dheer aad isticmaasho marka waa in danta aad ka leedahay basahun aad ka gaarto kadibna maaragtay aad iska joojiso wey lambar geedka shanaad mise geedka lixaad aan dhahaan u gudbayno isagana waxaa la yidhahdaa alkarkadiya luuqada carabiga lagu yidhaahdaa soomaaliduna xawaaj bay dhahdaa xawaajka oo soomaalidu haweenku dhabanada iska mariyaane araaja kaalmeyska ay soomaalidu u yaqaanaan wey geedkaas karkadiyada la yidhaahda wuxuu ka mid yahay geedaha aada iyo aadka maaragtay u wanaagsan laakiin soomaalidu si xun bay u isticmaashaa waxaad moodaa markii layna fiiriyo ka bulsho ahaan wax badan oo ka mida waxaan isticmaalo inaan u isticmaalo si aan cilmiyaysnayn uno iska uun abka soo gaadhaho uun waa la yiri inaan u isticmaalo baa laga yaaba bal geedka isaga ah maan dhegaysanno sida loo isticmaalo geedka isagoo sintiniisha sideedao kaleeta u qoyan uu aflaaqda yaallaa waxaa laga yaabaa marka inaga inaan isaga oo la qalajiyey uun inaan soo gadanno isagiina weliba inaan haddana isticmaalkiisii xumay inaa laga yaaba waa mashruubun waxa weeye isaguna caloosha nugleeya haddana qofkii waxa weeyaa nolol geliya wuxuu la dagaalamaa waxyaalaha ku imaada caloosha oo takallusaatul macawiya
يبقى الآب بو معركة ولدك على ما سود وحودك يا معركة نرفها على سنوان بلايا وحال ولدك على ما ضدك حزدبو فوكوئي ما ضوحة ويان تطلق شرايين وحل يرادو فوق حزدبو هاي أتخابان أما دفنكو قالو حزدبو في معركة حزد يمان أتغنى ولدك على ما وحال ولدك على ما يتغنى ضربات الشمس هي حنبضي إيه وحيالها كده سيسجل والغولة دقالما والبغضة علاشة كده عاية حيثمها والغولة دقالما والوجه بيا كندوينك وعلى كندة تبس وكندة والغولة دقالما وحيود دينا مكروباتك وحيالها مارت تلك بن عدو بي علاشة كتلة ومكروباتك وغضان يغل والغولة دقالما بي قوودة تيا كورتيرة وحاكا لتو مارتي أدبون أبلان تبريا مارتي بي قمكو أبو مارس وكوك عشان يعي وحيالات دي قال جودة في أيو كمل يعي وحاكلوا وفي عن يعي كموجة بني بفرتقنا وأوي يعي وكاينا وأوي يعي دوانا وأوي يعي أنت بدل لكن بالشد وحيو يستعمل شاءون إلى معركة عنا لكم نبضي صف وما يصير قارب كا أيو يستعمل جيت كاستجع واحد ما بعمرك السبي وكوف على في أنهين وكلا وإن ما يستي لا استعماله إنه كفي على سيانا هين وكلاونا لا استعماله عياد من الباقي سجنة مركب على الرنجيد والدسيرة أولي هاي وعلميا إن لو دفع إيدي صف أي أمارة لو باهن هاي وحاكرة إساونا بيجير إيادنا مجيرة هذا ترمس وكمل بيجير على العلم ترمس كإساونا معنى كروتي ومفيد وعوفي عن الإسابة وحروفي عن يعي أو يبنى معركة ومنبه وضدك عاسيس نوبيه وضدك معركة وهتك بضنب ويسدنا معركة تعيا وحروفي عن يعي وضنها وحروفي عن يعي باركة وحروفي عن يعي باريركة دارهان مركي اللبو انتي لكاريو مقدر مرض وحروفك يديك كرترة وحروف يريا خصن كرتة كتر فمعركة كاللة وحول لبقى لما إساقو نبالك اللو يقال كروس طلوك عم الدفنك كود لقى واحد ويحلزه لطفك وحول بضياء كاليدة وحول فراد بك كاليدة كحول انت يدن والغو فرا كاليدة وحول كبحي يا طفك بين عالم كاكلية عمالك الحول كذكرة قرور حكذكرة وحيالها اي كبدا شعن اي كبدا وحن بقى حكليها الجلاء محمد كده قلنا واسبوضا وحيالها وغو بضري وحيالها معرفة رصبات كودك بقى هي الليلة هوية waa ugu fiican la yeesana waxa inaga ay mudan aqoolka waxa kale lagu daweeyaa cudurada ku dhaca maqaarka oolinka ku dhaca maqaarka oo isaguna inta badan ka imaada cudurada maqaarka ku dhaca aqlabiyadooda biyaha cad oo qof yareysay ka imaata sida qaalibka waxa kale oo maalintii la dagaalama iyada sumowga waa la dagaalama halkii waliga malabka cad lagu daro midaha isaga ah waa ومفيد يسألون معركة روتي جدا إن لقفة إذا يستو أسألنا وحاوية ضروري وي لأنها معركة ضروري بسعي إن لقفة إذا يستو أيو معركة كترة درس بأن معركة قيب تكوصة أصلا بيبو الأخضر كي وضمالات مثل إذا سيكوصة وقاصلة إلا آوة وحان ربعين أن تردالا إسكسي إنه إلهي إذن فيسا دمر حنونك تدعو فربضان أبرشادة كاملة أي وحي قبان دمر حنون أما أقلبية دادتكم وحي المودا إن حنونك سنو أول هراء دادك عرحلوس إيا دادك واوين إيا مبالرها لكن هذا كل ما جميع الأعمال وجميع المستويات وحي المودا إن دمر حنونك إساقع ومعركي وشيرو marka isaga laga macluumaad baan iska siinaynaa dabar xanuunka asbaabaha uu u ahaa keena qofku inuu dabar ku xanuuno lambar koow waxa ugu horeeya ee qofka dabar xanuunka ku keeni kara waa qofka oo macal yaraantiisii aan isticmaalin calcium ku filan wax la saha koriya oo xasaasatu al-idham yani wixii في
ما بيستعملين النبيل ده إسكتيرة وعندك كوبات كيلو كرقب مع التعين والطحنون يا طحنون يقوم على تعين كل مدام قارقون وحيدين وحوها ريا ده والحنون كأنه وحوا يوحوا علوت ولا قاعدة رفع أشياء فصيلة إنه قبق وحاد يأس مع التعين علوت وقاره وعلى مرلما عليك بيت ومبر صبح وحاول يميل قد أو قبق لسبب أو كنت نجرين وقعد علو ما دل لبسة ميل قد أو كل تخنطق أي كذا على أصلاً لو حاول يوال مبر صبح وحاك لو أصلاً ما عرفت كين كرا دبر حنون كيسجل كين كرا توازن كقبق كيف كيف أو خود ما يسجل ما عرفت كين كرا oo maxaasiib ka qaldan kiisa ka iman kara wiraash nugul oo qofka jidkiisa la fihi dhabarka kala kala hoos marinaya ama kala kor marinaya ayuu qofku ku teexday wiraashyada nugul ee qofka uu dhex galay ee la fihi si baransigooda kala lumaya dhabarka ayadana waa kamid waxaa kamid ayadana waxyaalaha keeni kara tiimada barkimaha ayadana la dheereeyo oo qofkii لقوم كيسة إيا قرب كيسة إنت صاصمة إيسا قرب كيسة إيا لقوم كيسة إيا كبت صرف واحد إيا يبنى أيامنا غارقي ووحيالها كيرا أصدنا واحد إلا دبر حنوكا وحاكم إلا دبر حنوكا واحد كيرا ميزانك قبقة ميزانك قبقة ولتبه للترين مثلا قف قرق قارك هروكا عيلي قاركي دنبنا كما عيلي ميزان علوث باقة كفولية أتقول وين نكون كرتا قدر حنوك هنا كل ما كان وحكي لك رئيسة جل التعليم فراء بدن القف أتقول أولا نقاط تينينا ومير التعليم هذا قدر حنوك ويكين كرتا وحيثون قدر حنوك كين كرفق بجا عن سنين إذا دروالين تأوكلا أما ذاتك حديثية هكيوغا وحوه ينفق بجا إتقول عن ذين مكرين إتقول وكين كرا وحيثون كين كرا فوررك أو قفك مدى فورر سنابه أو أي شيء النظامي وقوم فرصه أسألنا معركة ويكين كرتا أسبابها صدام معركة ويكين كران وحلو يقالو قبر حنونك قبل قبر قردو حنونا وحاكفة لنكرا وحلو يقالو قبر حنونك عبدو قبة أما قارهان وزن كيسو عبدو إسجار برمسي هاي عرق النصاب عودك لإرادو أي معركة ayaa ku iman kara arko nasa ayaa ku iman kara inshaallah marka ay mubixinayno waan qodobayna inshaallah taala si sariica aad aan loogu dhagraaciyo number 1 miisaanka qofka oo kor u qaadma waxay keeni kartaa baquud zaaida ala antidati dhahri لذا حاول وجاهد تقليل وزنك على طريقة المداومة على المشي والتمرينات والتقليل من المواد السكرية والنشوية والدهنية في طعامك والاتجاه إلى الخضروات والفواكه قليلة السعرات لمبركو وإن وزنك على رئيسه كاسو كوكيني كرحي لدد على دباطه مركز توحد يسكد إلى إلى تعطه إلى التمرينات تميسه وحيالها تنقرت كبرانتا يشيرك عبينها في إلى لسه waxyaalaha dufanku ku badan yahay jirkaaga inaad ka ilaaliso inaad cunooyinka maaragtay dufanku ku yar yahay inaad cuntid qudaarta iyo fawaakihda inaad batato hilibka waxa weeyaan cab inaad oo waliba laga qaaday hilibka digaagta waliba laga qaaday waxa loo yaqaan maqaarka inaad isticmaashid number 2 tajannub al-istimrar fi al-junud aw al-waqof li fatrat tawila inaad ka fogaato fadhi joogta iyo istaag joogta inta lama maaragtay inaad ka dheeraato waqtigaad وتعليمات لغو سيميو لما صدع فجدنا بالجلوس منحنيا للإمام للأمام بلتينا إن أضافة بيا خري أفور أرسطه إفقنا وإن أتكفه قاتو دار حلمك الحقيقي لذلك التوبوي لما أفر فجدنا بالنوم أثناء الجلوس هذه أفور بيا إن أتحطه أيضا وإن أتسكى إلى لسه لما شن عند الجلوس يجب أن يكون ظهرك من الأرداف إلى أعلى الظهر وإن أتكون ستي عن مسكها فريها انت اضغو فريسطة سان يقبر كذا اتسطة او ستي عن وما ركتي ما ركتي انها تسين قبر كابو تخاصمه وطلو عكا الى لسه لنبر نح يفضل ان يكون الكرسي الذي تجلس عليه ذا مساندة للذراعين وحاولا اكسن كرسي اتكو فريسان ايسو ميل اتعرقه شكل لبا
on adkayn inaad u yeelato isagana daruuri ayay ku tahay. Lambar todoba, yumkin istikdaamu wasaadatin taxt alardaaf, waxaa iyadana kuu suurtageli karta oo iyadana lagu dagaluur dagaluuraha reer dalmaya markaad kursiga ku fariisanayso wax waqtiga kaa yareeya iyo gadaal oo kale inaad barkin oo kale aad marsatid hoos. Lambar sideed, عند الاضطرار الى الوقوف لفتره طويله اثناء حلاقه الدفن او تنظيف الاسنان او كي الملابس فوق قفكم مرتين مدين الاستناده اي تهي ماكو ماركتي خيران هيو يا ماكو دركه خيران هيو يا ماكو دركه فيريسن هيو لغها وا ان سو صار طويل لغتا متكمله الى ميل كور سو صارته وميزانكي وحا ويار كو ودا دحي لها دبركه ee kuurtaha ku wada dhici laha laqdabarta inaad qaar ka xajiso ayaa iyadana daruuri ah weyn. Lambar sagaal, likay tamnica tanya dahri bishidati asnaa irtidaai lxidaa aw iljawaarid aw waxa weeye bantaloon qofku markuu xidhanayo sarwaalka ama kabaha ama waxyaalaha maaragtay tiisiyaanta markuu xidhanayo dad iyagoo foora xirtaa jira ma wanaagsana. قدرت النبي عليه الصلاة والسلام وحوب الله صلوات ربي وسلامه عليه قفكوا إساقوا التاغن إنو كبع حرصه الحمد لله ملك وعلى ما قفكوا إنو أفر إساق وحيا لها صوك لمركوا الشرم إيوه إنو التوازن في عنزم إيوه أي لو باهم يهي وحكم إذا يدنا وحيا لها أن ليسوا أبلين قفكوا مركوا قبيسين يدد حاكرة ملك قبيسين يال يغو فورر اللغة هوسة إيوه مانتو دندبر كودي آد وفوررو horay aad u dhaqaayo maalintii lugihii ku mashquulaya ayaguna dadkaas isaga waxaa loo dardaarmayaa halkay lugaha dhaqanayaan kor inay u soo qaadaan oo iyaga oo foorala aynan dhabarkooda dhaqin aynan luguhooda dhaqin weyn. Lambar toban, tajanub sanya dahri licamalin aw xamli shayin xataa low kaana limujaradi iltiqaaqi waraqa. Qofku markuu wax qaadayo waa in uunan shay uu dhulka ka soo qaadayo waa inuuna dhabarkiisa hal mar hoos u foorarino xataa wax culusaan qaado waraaqii xitaa dhulka dabta soo qaadayso qofku inuu hal mar ku boodo dhabarkiisii uu hal mar jabiyo lama ogola. Waxaa ka garanaysaa marka nusuusta sharciga ah wanaageeda nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada marka la tukanayo waad aragteen tartiib qofku maaragtay waa la diiday inuu dhabarkiisa foorariyo inuu kor u taago oo caal taagaan la diiday dhexdhexaad inuu si siman maaragtay dhabarkii uu waxeeyo korkuu soo toosahayana weliba inuu tartiibiyo wax walba oo la wado diintii islaamka ku dhaqankeeda iyo nusuustuun bay dib ugu soo noqon wanaag oo dhan iyo sixa waxay dib ugu soo noqon nusuusta xumaan iyo waxa weeyaan balaayo oo dhanna waxay ugu noq waxay u laaban ka fogaanta waxa weeyaan nusuusta laga fogaado ayay iyaduna dib ugu noqonaysaa. Lambar koob iyo toban, waxa weeye shay markaad rabto inaad kol u qaado culus waa inaad lowyaha laabato oo adoob aad boodyaha iyo fuulinkaaga oo laaban waa inaad ku qaado adiga oo waxa weeye intaad iska foorarsato inaad shaygii iska soo qaado laguma ogolo. Lambar laba iyo toban, waxaa isagana kamid a waxyaalaha dhabar xanuunka keena sigaarka cabitaankiisoo la badsado iska joojiya marka qofka sigaarka cabo uu iska jooji. Lambar saddex iyo toban, waxyaalaha lagu loo dardaarmayo qofka dhabar xanuunka qaba waa socod waxa weeya muntadima maalintii inuu socdo laba jeer ama saddex jeer mid walba labaatan daqiiqa ama shan iyo toban daqiiqa inuu ka socdo. Lambar saddex afar iyo toban, isagana waxaan loo ogolayn qofkii intuu qadaab qadaab barkin iyo meel intuu fadhiisto oo sidaas dhabarkiisii hoo aada u dangijiyo inuu telefishinada ku fiirsado ayadana looma ogola. Markastoo la fadhiisanayo qofku waxaa la rabaa inuu si siman u fadhiisto. Waxa kaloo iyadana shan iyo toban, iyadana qofka loo ogolayn markuu hintisoonayo ama markuu waxa weeye qufacayo inuu isaguna dhabarka qalluuciyo oo inuu isxayaa la rabaa inuu qofku dhabarka qalluuciyo ama uu sii daayo wixii oo dhan ayadana lama ogolo. Lambar lix iyo toban, wax culus inaadan gacmahaaga waditaankooda aadan ku joogtaynin ayaa iyadana laga rabaa. Isagana waxaa kaloo iyadana loo ogolay isbedelka lambar lix iyo toban,
التدريب طبعا الله قليل قفك يسونا إنه سمايا تحول دقدقة إنه سمايا يسجل الله ما أقلع السدادية طبعا وحلاضر دار من يقفك دبر حنونك طبعا إنه دبار سمايا وحد الراس اللي يقانه إنه سمايا ويسجل الله ما ركتين لوضر دار ما هي لنبر سغانية طبعا وحلاضر دار ما يسجل مركز تا او سيحان ايو انو ميل سيمن او عرق بوليب او كو سيحلو ايا لو دردار مهيا لبعطان مرنا بقفت برحانون قبا انو نوحي حلوس قادم ايا دلو لو دردار مهيا لنبر لبعطان يكو شي كاد ايرو كاد دروكسن ايا دن لاعين لكا شي لا عيسو وانا قطت طوحان كاد لينا لو دادك حانون نبقب مارت ايرو برحانون كدادك كمويي لنبر لبيا لبعطان لما لبيه لبعطن مركز تا وحاوية وإن هذا وحي غاب وديار أحاضه ووحك استوى كوكين كلا إن هذا عن مناسبة هاي التصرفت أوضن إن هذا مركز تا يسكبر قراميسو إن هذا إلى أليسو في البوض كاردن قليسو أوكالي إن هذا مركز هو إلى أليسو مرحبا يا كارنتا فيا ما راكتي اي كوكي ما دوي ولا يا دكتوركو صباحي يا لباطن مركا دبر حنونك كلول او كهيو وان اد سفغاتو waxa weeye galmada wa in aad iska deeyto marka uu dhabar xanuunku kugu badan yahay oo dhabarku aad ku xanuunayo wa in aad kaga fogaato ayuu leeyahay ma aragtay galmada wa marafar iyo labaatan wa in aad isagana iska joojiso markuu dhabar xanuunku xaq ku hayo dhabarka ku xanuunayo acmaasha aad qabanayso dhaw wa in aad iska joojiso wa in aad nasato iyo in aad dawo qaadato markuu dhabar xanuun jiro waxa ka fiican in aad nasato ayaa ka fiican lambar 22 kaba qoob kale adag ama culus waa inaad iyagana ka fogaato mar haddaad dhabar xanuun qabto waa inaad ka fogaato lambar 22 xuduuda lambar 22 marnaba inaad waxa weeye kaagmid dheer inaad iska ilaaliso ayaa loo baahan yahay lambar 7 waa in barkin siman oo garabkaaga iyo madaxaaga simayso laf dhabarta waa inaad iyadana aad calmaata isticmaasho oo bartimo ku kala leexleexyaadan isticmaalin lambar 8 qofka dabar xanuunka qaba marnaba waa inuunan u seexanin beerbeer waa inuunan marnaba u seexanin iyadana waa waxyaalaha aan loo ogolayn waxaan iyadana lambar 29 aan loo ogolayn qofka dabar xanuunka qaba waa horaan u soo sheegnay midka qayb ka mid a waa inuunan ku seexanin marnaba wax dhabar wax u maratay furaash nugul waa inuunan marnaba ku seexanin lambar 30 waa inaad isticmaasho furaashyada maaragtay caafimaadka ah waa inaad isticmaasho lambar 30 haddii dabarku xanuunku kugu badan yahay suunka dabar xanuunka loo isticmaalo waa inaad asagana aad isticmaashid oo si fiican aad isticmaashid suunka isaga yana dabarka ayuu maaragtay uu ku xatinayaa lambar 33 qofka waxaa laga rabaa cunjada lambar 32 qofka waxaa laga rabaa isaguna inuu calooshiisa la dagaalamo oo calooshiisa markasta uu maaragtay inuu bixiyo ayaa laga rabaa lambar 33 qofka dabar xanuunka qaba waxyaalaha tawaturka iyo qalaqa iyo waxa weeye ku keenaya fikirka daa'idka ah waa in markasta iyadana uu iska burkiyo lambar 34 qofka dabar xanuunka qaba markuu kuu biyaayo cunno uu karinayo ama alaabta uu dhaqayo waa inuunan ku foorarsanin alaabtiyo wixii kor koy si toosa ugu toos waa inuu isticmaalo ayaa iyadana loo baahan yahay lambar 25 iyadana waxaa la rabaa markasta oo aad doonaysid inaad wax maaragtay culus qaado ama inaad hawl qabato waa in aad isticmaashid suunka culus markasta ood hawl qabanaysana waa inaad lowgaaga laatisid oo foolinkaaga aad fuushid lambar 36 cunnada waxa weeye ka mutawaasinka waa inaad cuntid
لمر تضبية لبعطن تضبية صدن بارد كده أو كده الحنون كطبع وإن مركز فلنبا بصحيقة عاصمات كليه تبكي سمارك بلانس قرين إيسا وإن مارسي وحنو أي أنه بأي إنتا تنكسوا قبض بيسان إنما أنت بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا قيبا بضم باطيها علي لكن وقت قال نو سامحيني إنتم بخير إنتا تنكسوا قبض بيسان إعاوة إن شاء الله. جزاك الله خيرا يا شيخونا بارك الله فيك. إن شاء الله سؤال أول صونا إن شاء الله ربنا كويدين إن شاء الله جزاك الله خيرا. هرتا نروين كان سوى شيكي وحاربنا إن ستي عن نوع الاسم إن شاء الله أرضينا نقرأي بعد حب العزيز آتري محب العزيز صمال محلو لكاس إن شاء الله صمال ما بكو أقاني عربي هان في حواج هليسي ينصون بالجرادة في حواج هو كفامها أما عمدكم حشيقة يا سهل الهضم ومحرر هذا مغذي والبلغم يخرج يبرد الحلق والكحة والتنفس وضيق التنفس وطارد الغازات كاف عربة إن شاء الله وكثرة الحليب أمر مهم في يا تقالي ما حكى أصلاً حلو لا يمسون على العربية. ما يكى هذا كعبة كيف تمر الهندية على العربية؟ سواء رقعة أو تقارن، لكن جلسة ينصون على العربية. يمسون يا بليام يا. يمسون على العربية. جزاك الله خير إن شاء الله ولا الله أبو أحمد. أكلا الله رحمة الله.